اسعد الله صباحكم بكل خير احبتي في كل مكان. يوم جديد معكم الليله المغامر عبد الله العنبري في مغامره جديده بعد انقطاع اكثر من تقريبا 25 يوم، مده شهر تقريبا. كلكم عارفين كنت في رحله من مكه للمدينه، سيرنا على الاقدام لمده 20 يوم. الحمد لله وصلت المدينه بالسلام يا رب لك الحمد امس. وطبعا شغف المغامرة وحب المغامرة موجودة، لكن قلنا إن شاء الله خلينا نسوي لنا مغامرة كذا سريعة كذا خفيفة لطيفة. طبعا أنا الآن متواجد حاليا في الموقع، وأي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على الهاشتاج في تويتر المغامر عبد الله العنبري، وربي يعطيكم العافية. ونقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. ونقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوفوا في حفرة هنا، ما أدري إيش الموقع، يقولوا مدرسة هذه والله أعلم. طبعا ما اقدر احط النور بعيد، تقريبا في منطقة سكنية حولي هنا. هذا حوش صغير للبناية، وهذا البيت. نقول مع بعض بسم الله توكلنا على الله. هذا الخزان مليانة مليانة. في احد؟ شيء صوت، ما ادري هنا في الداخل في الغرفة ولا برا. الطرق مرة ثانية. طيب كان في أصوات ضحكات أطفال في المكان هنا. ركز على الصوت. بسم الله. سامعين؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. شو الأصوات هذه؟ اختفت الأصوات. ولد يا ولد، الأصوات دي وين؟ جوا هنا ولا برا البيت ولا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري هي هنا ولا برا ولا جوا، الله أعلم. الظاهر مدرسة أطفال، شايفين رسومات، رسومات أطفال. بسم الله. شيء طاح.
بس وين روحت؟ بس وين الطلوع؟ الدور اللي فوق. وين الدرجان؟ أظن من هنا. الأماكن السكنية ما أحب أصور بالكشافات. هذا المسرح ولا الدرج؟ شوفوا، بسم الله. الدور اللي فوق في باب اتقفل جوا، سمعته؟ في باب اتقفل بالداخل، بس بطلع. كان في صوت هنا. كيف تصبح مليونير؟ في أحد؟ دخول الطالبات، الحضور 7 تماما، الانصراف 1:15. أنا سمعت يا طالبات، نائبة الإدارية مرشدة مريم صفية مريم ساهر منى. وش ده؟ مطبخ؟ شكلهم طباخات دولي مو معلمات. طباخات دولي مو معلمات. بسم الله. الآن في أحد؟ كم باب تقفل هنا؟ كل البيبان مغلقة.
خاصة للأطفال. مغلق بعد، شكل الباب اتقفل هنا يا جماعة. شوف هذا مفتوح. الوضع هادي حتى الآن، يعني الصوت خفيفة. ترى الأصوات مغامرة عادية تعتبر حتى الآن صراحة. كلمونا على المدرسة، قالوا وجيت استكشف اشوف. مغلقة حمام، الله يحفظكم. حسب كفن اول ما في شيء، البناية تقريبا عادية جدا. رجولي تعبرني يا جماعة، تصدقوا مع المشي. أول سمعت أصوات هنا بيبان فوق، الآن الوضع هادي جدا زي ما شفتم. أنا بسمع الأصوات بس والله العظيم ما أدري الأصوات بالضبط من وين جاية هذه الأصوات. في أحد هنا؟ بسم الله.
طاح. سمعتوا؟ والله شيء غريب. هذا المكان والله شغل الارضيه دي شكلها البيت هذا ينهار في اي لحظه. المدخل من هنا بس من هناك. طبعا يا جماعه الخير الحين راح اخرج انا بالهنا. Thank you.